السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو. أهلا وسهلا بكم. هذا هو الجزء الثاني من تحريك الشخصية بطلب أحد الأصدقاء. طبعا هاي الشخصية مؤنة، هو الصديق هو راسمها، شخصية معروفة دوليا طبعا، أعتقد هي هيلاري كلينتون إذا هي صحيح. المهم شخصية جميلة من حيث الرسم. احنا ضفنا عظام، يعني عدلنا بالعظام بالدرس الأول، عدلنا وضعنا عظمة للروت وعظمة للوسط وعظمة للصدر، كملنا وخلينا عظمتين للملابس، ربطنا جزء من النقاط بالملابس. إذا ما تعرف هاي الشغلة ارجع على الجزء الأول وشوف. الآن صديقنا هو مسويهن. إذا نلاحظ مثلا اليد، إذا نريد نحرك اليد بس نرفع هالني كيف ريمات يجي. إذا نريد نحرك اليد، إذا تلاحظ اليد حركتها محدودة، يعني اليد حركتها محدودة، احنا نريدها توصل فوق، فش نسوي احنا بهاي الحالة؟ نرجع نجي على، تلاحظ هذه الزاوية، نجي نكبر الزاوية مثلا نخليها هنا 100 120 ونخليها هنا 120 ناقص 120 طبعا دي شوية 120. إذا تلاحظ إن المسافة صارت أكبر، وهسه براحتنا نقدر نحرك اليد. لاحظ براحتنا نحرك اليد. أيضا بالنسبة إلى هذا اليد سويها 120 120، وهذا مو شرط يعني 120 تبكيفك، بس شرط تكون الحركة تصير عدلة، يعني تصير 120 وهذا 120. إذا تلاحظ البون الآن تريد نحرك هذه اليد الثانية، لاحظها منا نقلل ومنا نصعد أكثر، نشوف نرجع على العظمة، شوف العظمة 200 هنا نخليها نشوف، وهذه مو 120 نسويها 100 100. اوكي لاحظ ان هسه باستطاعتنا نصعدها بالزايد، لاحظ. لكن اكو مشكلة عندنا ان اليد، هذه اليد صارت أمام الوجه، إحنا نخليها بالخلف حتى ترفع يدها بالخلف. نشوف اليد وينها اللي هي هذه اليد arm، مسوي arm ومسوي hand، هو اثنين مسويهن النذني اثنينهن، ونسحبهن أمام الفيس صح، او ننزلهن، قصدي ننزلهن دور بس ضمن المجلد، كل ما يطلع من المجلد. الان اذا نريد نحرك، نرجع للعظام، نريد نحرك، صارت هي تخليها. ايضا بالنسبه لهاي العظمه، شوف هاي العظمه حركتها محدوده، هذه العظمه حركتها جدا محدوده، ايضا باستطاعتنا ان نعدل العظمة. هو مخليها 30، خلي هذه للخلف، ما ترجع هي اليد ما ترجع للخلف، نخلي هذه 100، خلي هذه 200، نجرب، لاحظ 200، لا 200 زايد، 200 اكثر، 200 اكثر، لاحظ 200 اكثر. لاحظ ان هذا الانطعاج اللي صار، ان هو مسوي اليد يد وحده، يعني هذا مسوي الهاند، هاند مسوي، لازم هو قطعتين، هذه قطعه وهذه قطعه، حتى لا تصير عندنا هذه الاشكاليه، حتى لا تصير هاي الاشكاليه. المهم احنا نقدر نعدلها بالاكشن. نجي نرجع على العظمه، بدل الميتين نسويها 120، قلها كلوز
ونشوف هسه إذا كانت جيدة لو مو جيدة. أوكي هسه هذا 120 هذه نخليها خليها رغم أنها ما جاي تصير عندنا. الآن عندنا الساق أيضا الساق إذا نريد نحركها ونسويها. أوكي الساق نقدر نحددها هذه الساق الأخرى هذه الساق الأخرى هذه الساق الأخرى. أوكي صارت عندنا. من خلصنا شغلة العظام عندنا شغلة التعديل، يعني لو فرضا نريدها تنزل للأسفل، عفوا لازم على واحد تنزل للأسفل جيدة. هاي ناخذ الوسط، لاحظ الوسط ربما صار عندنا خطأ هنا، احنا نقدر نعدل بهذه الطريقة تعديل الجزء اللي هو مرتبط بالعظمة. نجي نختار اختارينا العظمة نختار الجسم، هذا هو الجسم او لا عفوا قبل كل شيء نختار العظمة ونجي الى ويندوز نختار اكشن ونختار نيو اكشن، وهذه نجي الى رقم 24 وهذه العظمة ننزلها مثل ما نريد. لاحظ انها هواي، يعني المفروض احنا نحددها بمكان هسه. المهم تريد اللي هنا نقدر نسوي مرأة نقدر نعدل نقدر نعدل عليه نقدر عفوا هسه احنا عندنا هذا الجسم جسم نعدل على بقية النقاط نعدل على بقية النقاط إذا صارت. لاحظ شنو صارت، فما بها أي خلل. نرجع عدلنا احنا على جسم هذه الشخصية. إذا نجي ونريد نحركها بهذه الطريقة لاحظ شلون يصير ما بها أي إشكال. نجي نشوف الشغلات اللي ممكن بها أخطاء، مثلا هذه اليد إذا نرفعها بها خطأ يصير ضعيفة هنا جدا. إذا نرفع العظمة لاحظ خطأ، هذا الخطأ شلون راح نعالجه؟ نجي مباشرة على نضيف نيو اكشن اسم العظمة نفسه ونجي ال 24 نحرك العظمة مثل ما نريد ونجي لليد نعدل باليد. لاحظ هاي نقطة اصعدها لفوق، اذا صعدتها لفوق اوكي هسه لاحظ ما بها اي خطأ نطلع من الاكشن قصدي من العظمة هذه. نجي للعظمة الاخرى اللي هي هاي العظمة نفحصها اول مرة شوف الخطأ اللي يصير عندي. لاحظ ان خطأ كلش كبير لاحظ خطأ جدا كبير بهاي المكان. شو نسوي؟ نرجع نسوي نيو عظمة نجي لل 24 ونرفعها مثل ما نريد ونجي للهاند مالته لاحظ هذه ونعدل بالنقاط. لاحظ انا جاي اعدل بالنقاط، هذا اللون شويه انا مزعج على العين. لاحظ هذا نقلله وهذا نجيبه قلله بعد أكثر إذا نريد قلله بعد أكثر ومنها هذه العظمة شوية نجيبها مع
تجي الآن. لاحظ ما بها أي خلل. الأسفل أيضا هذا الأسفل نعدل به، عفوا احنا لازم نعدل على رقم 24، الرقم اللي احنا مشتغلينه هذا رقم 24، هذا 24 ونسوي بهالطريقة. لاحظ ان صارت اليد جيدة، نطلع من الاكشن. هذه هي شغلة الاكشن. وتعديل العظام ايضا تعدل كل عظمة لوحدها، كل عظمة انت تعدل بعدين واحدة بعد الثانية. هو هذا ما يتعلق بالاكشن، يعني تعديل هذه الرقبة اذا كان اكو خلل. لاحظ الرقبة شلون نعدلها، نسوي نيو اكشن ونجي هاي عظمة الرقبة نخليها على 24، تختار اي رقم سوينا بهالطريقة. لاحظ ان شنو الخلل، ان الرقبة صارت خلف الجسم. نجي على الملابس، هذا الملابس ونعدل بالملابس، نجيبها بهالطريقة ونجيب هذا هنا أو نرفعها شوية زايد حتى توضح بينها بحركة. لاحظ أن الحركة صارت، إحنا 24 هي جسمها بهالطريقة، طريقة جسمها. لاحظ أن حركة الرقبة حقت، وإذا تريد تسوي زايد بعد تحرك تنطيها جمالية أكثر، تتحرك الملابس وياها اللي تحركت الملابس. لاحظ ملابس تحركت معها، هذا نقدر نحركها شوية، حرك هذا شوية. نقاطك حاول أن تقلل بالنقاط، يعني لا تكثر بالنقاط. لاحظ أن باستطاعتها أن تصير. هذه أحبائي هو درسنا لهذا اليوم، الأكشن والتعديل على العظام. انتظرونا بالجزء الثالث نكمل هذه الحلقات، وأعتقد أنه راح يصير ثلاثة. الجزء الثالث هو الأخير راح يكون عن الحركة، شلون نسوي حركة بالتايم لاين. لا تنسون شاركوا قناتنا بالجروبات مالتكم، نريد مشتركين. اشترك معنا اذا ما مشترك، وضغطوا على الجرس للتنبيه والاشعارات. الاشتراك موجود اسفل الشاشه موجود. وبالاخير تقبلوا تحياتي، تحيات كادر عمل قناه كرتون شو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.